يو دري كيما كتشوفوا معكم على فيديو جديد او رياكشن جديد الشباب. البارح دري سموح درت لكم فيديو واحد واليوم دري قلت لكم غنعوضكم. اليوم الدراري بحال والو غيكونوا خمسه ديال الفيديوهات كيما كتشوفوا الدراري او لا سته ولا اربع، المهم على حساب الدراري شوف ما بقاش نسبق الامور. المهم غيكونوا فيديوهات بزاف. البلان الاول الدراري اللي غنبداو به هو الياس الملكي يكشف تفاصيل لائحه لاعب المنتخب المغربي في دوري الملوك ويعد المغاربه بنيل اللقب. كما كتشوفوا الدراري هادشي هذا راه منقول من اخبار الدراري العمق الرياضي، فراه شوف هادشي ناضي اللي كنشوفه، ولكن حاجه واحده الدراري اللي ما ناضياش وما عجبتنيش انا شخصيا. اوكي غنهضر الدراري معكم خارج عن منطقه الضحك ولا داكشي لعيبات بحال هكا ولا شمتي كونتنت ديال الياس الملكي، ولا هو غمطلعها ولا غضحك ولا مثلا غيمشي مثلا غيطلعها تماك ولا اي حاجه بلان وما فيها الدراري. راه غيمشي غيشرف المغرب، هذه هي اول حاجه، يعني لاعب كانه منتخب مغرب. بيكي ملي قدموا الدراري قال كانه غيشارك المنتخب المغربي، لحقاش عندهم تماك مونديال ديال المنتخبات اللي غيشاركوا، ماشي يمشي يشارك كفرقه لا كمنتخب، يعني شنو غيمثل؟ غيمثل المغرب كامل. هو شنو كيقول في الندوات الصحافه؟ غنرجع باللقب وغنمثل الشعب المغربي والملك، يعني فهمتوا كيجبد كانه كيبغي يفرح شامتي. ولكن حاجه واحده اللي ما عجبتنيش الدراري كيشوفوا هادشي هذا، ودابا الملكي راه خصو يبدا في واحد التوجيهات داك الشيء هذاك، يعني فهمتي داك المونديال. ولكن الدراري ما شفناش شي اندفاع ولا مثلا كما كيقولوا شي مساعده من الجميع. تخيل تقول لي لاش من دخله، شوف ما ماشي مساعده ماديه، ماشي ضروري تكون مساعده ماديه. بحال الماتش اللي لعبوا البارح الياس الملكي اللي كان ماتش ودي زعما داخل في التدريب، راه داكشي الدراري هاوي بزاف، داكشي يدخل بيكي مثلا يتفرج داك اللايف كانه يشوف الماتش وكيف كيترينار والملعب اصلا، غيقول شنو هذا؟ والله باش نكون واضحين الدراري على الاقل كان يوفر لهم واحد الملعب مغطى ديال الربع، لحقاش المغرب فيها ملاعب مغطى ديال الربع اللي ناضي. فهمت؟ ماشي كنقول الدراري غا كنقول غداوي خاوي، لا راه ديجا شايفهم ديجا لعبت فيهم ديجا في المغرب مغطاة صدر الربيع ناضيا بالروج ولا كاينين، فهمتوا بلان كيكونوا ديال السبعة كيتكراو، المهم شحال من حاجة. أبار الدراري أكاديمية ديال محمد السادس ما فيها باس، الساطي يدخلوا يتريني تماك ولا يلعبوا ماتش تماك ملاعب صغيرة، سبعة كونتر سبعة ولا خمسة كونتر خمسة والحارس تماك، يعني الدراري ما كنشوفوش واحد مساعده غير من ناحيه ديال لونطريمون ولا توفير الملاعب، هادشي ما كنشوفوش الدراري. يعني لا ما دارش هو كلشي بيدو راه فهمتي غير على حساب لونطريمون في المغرب. اما كما هو قال في الندوه ديالو ولا قال البارح في اللايف، راه الملاعب راه مثلا السفر راه بيكي هو زعما الدوري ديال بيكي، يعني هو اللي غيصيفط الفلوس كان الفرقه كامله تنقال وغيخلص الاوتيل بكلشي ديالو، يعني فهمتي الدوري كيصرف. هادشي الدراري اللي كنشوفو راه فريمون انا ما عجبنيش شخصيا، خصوصا البارح ملي شفت داك الماتش اللي داز هاوي اصاحبي، راه الترينادور فين واقف؟ الياس الملكي فين واقف؟ خصو يدخل الملعب باش يوقف، لحقاش تماك الدنيا كانت عامره بزاف. والدراري نتوما غتفاهمو معايا في لي كومونتير وشامتي غتقول لي واش عندي الحق فريمون ولا لا. المهم دابا انا غندير هاد الفيديو غنشوف هادشي هذا كي داير، غنشوف الندوه الصحفيه ديالو، راه كيما كنهتمو بالمنتخب المغربي الكبار انترناسيونال، المهم ولا شبران انا اهتموا طبعا بهادشي حيت هو اصلا غيمشي غيشرف المغرب، وشحال من حاجه اخرى الدراري اللي غتقدر تكون جديده في المغرب الدراري. بشكون واضح باش ما نتعطى عليكم غنبداو جو ولاد الندوه، الا وثيقين في المنابر الاعلاميه ديالكم، حنا ما عيطناش الايام من بر، لولا راه الطابله كامله غتبان لك عامره. كاينه بحال نقول لك زول البوزن شي منابر اعلاميه، فهمتوا بلان؟ وديك المنابر الاعلاميه نتوما عارفين وانا عارف الدري، باش بلا ما ندخلوا في مشاكل مع البلانات، راه الفيديو الدري كيتشافوا فهمتي، اذا قلت غير شي زبله ولا شي بلان غيتبارطاجوا اكثر من القياس، واذا تبارطاجوا اكثر من القياس غيوصلوا لذاك الناس، واذا وصلوا لذاك الناس يقدروا يديروا بيا شي شكايه الدراري عليها، ما كنبغيش نسمي بعد الساعات. اختارينا المنابر الممتازه في الدولة الشريفة باش نعطيو اللائحة ديال كأس العالم إن شاء الله 2025، اللائحة الأولية باش نعطيوها لكم نتوما وباش يكون عندكم سبق صحفي، وشكرا ثانيا على ناضي هادشي ديالكم.
كلشي على كاس. عنده شي سؤال خاص السيد ديال الصغار من المسابقه تقدر نعطيه شويه. هذه المسابقه هي ديال كره القدم وجيرارد بيكي ولا الطاقم اللي معاه مشكورين ايضا داروها لان كره القدم ديال 11 ولات ممله شويه كما ولاو كيشوفوا دابا. لا ماشي زعما ممله هي الاصل باش نكون واضحين الدراري الاصل ديال كره القدم 11 ما فيهاش ديك البلاند ممله هذا واحد الغلط وصافي فهمتي راه طاح تحت ستريس راه الصحافه باش نكون واضحين باش نكون واضحين الدراري راه الانسان بوحدو بيتو ماشي متى يكون مدورين مع صحافه ولا شي حاجه. اول بلان بيكي بغا يدير واحد التجربه جديده فهمتي البلان ديال 5-5 في الرباع ماشي فوتسال هذه واحد التجربه جديده اللي عاد غيعيش هذا عيش الكره زعما بنادم ولا البيبليك غيتبعها فهمتي غيشوف داك الشيء على حقو طريقو يعني شحال من حاجه هذا هو اللوجيك ديالي انا اللي نقدر نقول لكم عليها ابار فيها قوانين جداد اللي بنادم كيكتشفهم. وثاني حاجه الاف سي 25 اللعبه ديال بلاي الدراري كاينه حتى في بي سي كاينه في شحال من حاجه اللعبه ديال الكره شنو دخلت هاد المود هذا ديال 5 كونتر 5 يعني باش تعرفوا انسبيراسيون والبلان ديال بيكر ها بيكر الدراري فهمتي راه نورمال بزاف ديال الكويري القدام مثلا نعطيك ارسن فينغر دابا شي ولا كيطور كره دابا حتى جيرارد بيكي بغى يطور كره كره ديال 11 ولات كتجي ممله شويه هادشي علاش قال لي دير 7-7 وتنظم في كل مره دوله وغتشوف واحد السيل جديد مازال غيعرفوا هاد الناس ان شاء الله السيل. طب هاد السيل الدراري حتى الان باقي في البدايات ديالو باقي غيتعرف وباقي غيدخلوا يوتيوبرز مغاربه في هادشي وباقي غيدخلوا ستريمرز مغاربه في هادشي و بالسبه ديال هادشي هذا غيزيد يتعرف الويب المغربي فهمتوا غيزيد يتعرف شحال من حاجه كانت مخبيه تحت الخبايا باش يكونوا واضحين. الجديد ديال التظاهرات الدوليه كيفاش جاتك الفكره اول ما قطعت لك كيفاش جاتك الفكره ديال الدوري الملوك؟ جاتني فكره جيده لا 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 الوطن ديالي هو الاول لا الملك ديالي هو الثاني. انا كنقول لك فهمتوا هادشي اللي قلتكم في الاول ديال الفيديو لا ليا انا هو الثالث حيت هادي راه دوليه كما قلت لك راه مسابقه دوليه كاينه حنا اي حاجه دوليه اللي نقدروا نشرفوا البلاد ديالنا راه قادرين ان شاء الله نمشيو بجهد الله نجيبوا هذا الكاس لما لا. قرروا اللائحه اللي معاك وعلاش اختاريتهم؟ اللائحه هي اوليه وليست بالنهائيه. اللائحه عندنا في حراسة المرمى كاين مجيد الخال هذه اللائحة اللي تلعب دابا الأولية ولكن راه حتى هما كاينين في النهائية زعما ماشي يعني على حساب كامبيو فهمتي لحقاش الماتش ديال البارح لعب كامبيو واحد اللي كان لولا الظروف. المهم غير باش ننسجمو باش اللعابة يشوفوني وباش كاين مجيد الخال كاين هذا غني على التعريف مجيد الخال كاين لولا الظروف هذا اللي ظاهره في الانترنت زعما راكم عارفين وكيلعب كره والحلم ديالو يلعب كره. كاين محمد الناهيري كاين محسن ياجور كاين يوسف قديوي كاين سعيد فتاح كاين ايوب سكومه كاين المهدي العمري الدري من بلجيكا كيدير فلي ستايلات راه يمكن تكونوا شايفين فيديوهات ديالو هو اللي كان دار زيدان واحد. مهم من بلجيكا كاين بوسدره وكاين خضر حدراف زكريا هذا راه غني عن التعريف زكريا حدراف وكاين عصام الراقي وكاين محسن مشولي هذه هي التشكيله الحاليه اللي كاينه حالا. شفنا العديد من اللاعبين القدامى انت بنيت هذه اللاعبين القدامى ولا شفتي الكاليتي ديال اللعابه ولا لا مازال عندنا مثلا اللاعبين في اسبانيا جوج ما بغيتش نجبدهم حيت هادو كاينين زعما في اللائحه النهائيه واحد جوج لاعبين كيلعبوا في الدوري الاسباني كاينين حنت قلت لك هذه ماشي اللائحه النهائيه هذه الاوليه التظاهره مازال ليها شهرين ونص حنا مازال شهرين ونص راه كطار على شي قدامي راه مازال تبعنا بزاف ديال الخدمه ان شاء الله حنت دابا اخر دوره دات المكسيك حنا باغيين هاد الدوره نجيبوها حنا ان شاء الله بجد الله وقادرين نجيبوها. وهاد اللعابه كيفاش تلقاو تاعهم من عندك اللاعبين لاعبين لا اللاعبين كانوا فرحانين لشيء واحد هو تمثيل الوطن ديالهم لا شيء شيء واحد هو بانهم قلت لهم واش انا مني اي لعاب الميساج اللي صور صيفط لي في الواتساب كنقول ليها مثلا عصام الراقي كنقول ليه عصام المغرب باغيك
كيجاوبني خويا الا كنقول ليه راه كاين واحد التظاهره وكنصيفط ليه التصاور وداك الشيء كيقول لي اوكي، يعني ما كنفرضش على شي واحد ولا كنقول ليه بلادك باغاك، يقول لي بلادي باغاني غنمشي نخدمها، حيت هذه راه تظاهره عالميه. ها اللي كنقول لكم انا، هذه هي الهضره الدراري دخلت كنهضر لكم انا بها في الاول، راه ماشي غير جيت وطلقت لكم داك البلان كما قلت لك. بالنسبه لصالح ياسين ما كاينش في اللائحه ديالو. بالنسبه لصالح ياسين، صالح ياسين راه غني على التعريف، راه لاعب دولي سابق وعطى الكره المغربيه شيء الكثير، عطى الكره المغربيه شيء كثير وخصوصا عطى الرجاء شيء الكثير، ولكن انا ياسين جاني شويه زاد في البوان ديالو، ياسين زاد شاف شو زادني في البوان ديالو، وانا دويت مع الصباح هذا راه خبر عاجل، قلت لي ان شاء الله خويا ياسين انا راه ما تمتش المنادات عليك حيت زدتي شويه في بوان، قال لي يا الياس ماشي مشكل كذا بجهد الله، قال لي راني غنخدم لمده 32 يوم ونرجع فورما وغنمشي نمثل بلادي، قلت ليه مرحبا خويا ياسين، وياسين راه غيكون في التشكيله ان شاء الله. الياس في الدوري واش غنشوفوك لاعب ولا مدرب؟ مدرب ورئيس، مدرب ورئيس بحال ماندوزا، مدرب ورئيس يعني انا اللي نعطي التشكيله. كي ضرب ميتافور ولد العاد كنحس به المورفينص. الا انا اللي نحطها في التيران انا اللي نحط تكتيك يعني زعما ماشي. نقدر نشوفوك بلا مدرب في فين؟ التيران في القبر. لا ما يمكنش حتى نكون مدرب. والفيفا الاجندة انا بحت ما كاينش زعما. الياس بالنسبة للدوري كاين شي تواصل مع الجامعة المغربية؟ هادي هي الحاجة اللي بغيت نعرفها. هادي هي البلان اللي بغيتنا حد الساعه، لا ولكن كنا لا حنا محتاجينش، حنا باغيين نمثلوا بلادنا ما باغينش حنا حد الساعه لا ولكن فافي هنا كدعمل داك بون كتفضل الستار الصاد علاش يمكن لا حنا محتاجينش حنا باغيين نمثلوا بلادنا ما باغينش حنا بركه غا هما يديروا خدمتهم حنا قادين بهادشي ديالنا، وحنا جاتنا دعوه من جيرارد بيكي، يعني راه ماشي القجع غيعاوننا ولا الجامعه، راه جيرارد بيكي اللي غيصيفط لنا باش نمشيو في الطياره ولوطيل وكل شيء تما لمده شهر تظاهره، ما بلادنا ما محتاجاش الظن، ما محتاجاش تعاوننا الا لجنا الكوب ان شاء الله بشي حاجه شي حاجه زوينه. كيفاش كان اول لايف مباشر مع جيرارد بيكي؟ جيرارد بيكي اول لايف مباشر معاه كان عادي، كان عادي ولكن جيرارد بيكي هو ماشي عادي، واول لايف كان عادي ولكن جيرارد بيكي ماشي عادي، حيت حنا عارفين جيرارد بيكي عطى الكره العالميه، جيرارد بيكي جاب واحد السيل دو جو اللي هو جديد اللي هو انيق، مدافع انيق، جاب واحد السيل جديد وحنا راه كنا كنتفرجوا فيه وشكرا ليه موتسو غراسياس جيرارد بيكي. شنو كان واحد الصعوبه في التواصل؟ كيفاش غادي نجاري هاد الامور هادي من بعد ان شاء الله؟ راه كاين مترجم، الترجمة هي عندها هيبسه، انا ساكت ودويت حتى بلونجلي وتا فهمتي حتى تفاليدا عاد شي جهه تجي عندي، فهمت؟ لا قال لك شي خدمه خايبه مثلا ما يقولش لي، فهمتي كيفاش؟ روبو حتى هذه زوينه، ومترجم يترزق الله حتى هو، لا ما تغلبناش لونجلي ولكن مترجم يترزق الله. واخا شي حاجه بغيتي تقولها للجمهور؟ انا حاجه واحده اللي غادي نقدر نقول لهم، اقسم لكم يمينا ما غادي زعما نقصر من 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 جهدي باش نجيب هذا الكوب، وبجهد الله هذا اللقب هذا اللي ماشي هو اللي غنجيبه في 2025 غيكون في 2025 وغيكون في هذه البلاصه بجهد الله، هذه هي الرساله اللي باغي نقول للمغاربه، وبجهد الله غنجيبوا هذا اللقب، وغنعاود نشكر المره الثالثه الصحافه، شكرا لكم على المجيء ديالكم وشرف كبير ليا، والمرة الرابعة شكرا عاوتاني، شكرا بزاف احتراماتي. كدا الهربة هو فاش كامل ديك النوضة شفت والله داكشي ديال انشيلوتي ولد العبد كيما كتشوفوا الدراري، كان هذا هو الفيديو، الى عجبكم الدراري تمنى تابونا وديروا جيم خليو داك اللايك، تمنى الدراري احترموا زعما القرار فهمتي، الا كان شي كريتيك يكون بان الدراري فراء احترموا جميع فهمتي التعليقات اللي كيكونوا. البلان الثاني الشباب اللي هو بغيت الراي ديالكم طبعا ضروري، لحقاش كنقرا ديال لي كومونتير كاملين، بغيت نشوف النظره ديالكم من الجهه ديال هذا الشيء هذا،
وشكرا بزاف الدراري على السيبور ديالكم، خليكم دواء يا رب.